بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرة الأسبوع رقم 5 في مادة تاريخ العلوم الهندسية لطلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة بشبينكم. في المحاضرة دي احنا إن شاء الله هنختم الجزء الأول من الكورس. وكان في المحاضرات اللي فاتت عرفنا إن بيتشابه نظام التعليم في مصر والدول العربية مع الدول المتقدمة، الدول الغربية، بدليل إن المناهج تكاد تكون متطابقة، أساليب التدريس وطرق التعليم متشابهة، نمط الإدارة، شكل المنشآت، ترتيب المباني والمعامل يكاد يكون متطابق. والدليل تاني على كده إن اللي بينهي دراسته الجامعية في الدول العربية مش بيكون عنده مشكلة انه يكمل دراسته العليا في الجامعات الاخرى، وبيتم الاعتراف بالشهادة اللي هو حاصل عليها، وحتى لو كان بينتقل للدراسة واستكمال مرحلة الاندر جراديوت في جامعات اخرى فبيتم الاعتراف بالمواد اللي درسها الطالب قبل بعثه. كتير من اعضاء هيئة التدريس اللي بيقوموا بالتدريس في الجامعات العربية تلقوا عملوا أبحاثهم في الخارج، تعلموا على في الجامعات الأجنبية، ولما رجعوا بيمارسوا مهامهم بنفس الطريقة اللي كانوا بيشتغلوا بيها في الخارج. كل التعليم اللي في الدول العربية وفي مصر كان مازال بيستقي المراجع بتاعته من المراجع المعروفة اللي بيشترك في استخدامها كل المتخصصين في العالم، فالمكتبة محتوياتها واحدة، الريفرنس بقت واحدة، وبالتالي يبقى تشابه التعليم كمان ده مؤشر عليه. ومعظم ولأن أعضاء هيئة التدريس مش وظيفتهم بس هي تدريس للطلاب، ولكن جزء كبير منها هو الأبحاث العلمية، فالإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بيتم تحكيمه بواسطة متخصصين في المجال من مختلف أنحاء العالم، وبيقبل وبينشر في المجلات المتخصصة. معنى كده إن المادة العلمية متشابهة، القائم بالتدريس متشابه، مخرجات التعليم كمان ومنها البحث العلمي هي مقبولة ومعترف بيها، فده يحدد كتير من أوجه التشابه ما بين التعليم الهندسي في مصر وخارجها. ولكن مازال في اختلافات، واختلافات جوهرية أهمها إن تتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى هي الإمكانات المادية، ودي بتشمل المخصصات المالية، أعداد أعضاء هيئة التدريس والفنيين ومعاونين أعضاء هيئة التدريس، وبتزداد المشكلة دي في ظل ازدياد أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات سنويا. بقية المشكلة المالية بتتمثل في نقص الموارد، يعني الأجهزة، الكتب، تجهيزات المعامل. النقطة الثانية المهمة بعد المخصصات المالية هي عدم وضوح فلسفة التعليم، لأن المفروض إن احنا يبقى لينا تجربة خاصة بينا متعلقة بمشاكلنا وبالخبرات اللي احنا اكتسبناها قبل كده، وصحيح ناخد منها التجارب اللي الناس مرت بيها، ولكن يتم تطويعها بما يخدم المشكلات اللي احنا بنعاني منها الخاصة بينا. المشكلة الثالثة اللي بيعاني منها التعليم هي مخرجات التعليم قبل الجامعي، من حيث الاعتماد على التلقين والحفظ وبعض المناهج الغير مناسبة. يضاف إلى ذلك إن عدد كبير من الطلاب ما عندوش الدافعية ومش مهتم بإنه يتعلم، ولكن اهتمامه الأوحد هو الحصول على الشهادة. شفنا إن أنظمة التعليم في الهندسي والتعليم عموما بتنقسم الى مجموعتين. المجموعة الاولى هو نظام الفصول الدراسية، ان فترة التعليم مقسمة الى سنوات، كل سنة مقسمة الى ترمين، والطالب بيدرس في كل ترم عدد ثابت من المقررات. في المقابل نظام الساعات المعتمدة اللي الطالب بينهي فيه عدد من الساعات، بيختار خطته الدراسية وترتيبها على بمساعدة مشرفه الأكاديمي. وبالتالي نظام الساعات المعتمدة له مميزات، كان أهمها أن الطالب يخلص
يعرف يحصل على الشهادة في زمن أقل من الزمن اللي بيخلص فيه طالب الفصول الدراسية، ويكون في كونتاكت أكبر ما بين الطالب وما بين المشرف عليه من أعضاء هيئة التدريس، وإن الطالب بيبقى مسؤول عن اختيار المواد وترتيب نظام الدراسة اللي هو بيحصل عليه، يعني هو هيكون محاسب على اختياراته. ولكن بيحتاج نظام الساعات المعتمدة إلى أماكن قاعات وأعضاء هيئة التدريس عددهم أكبر من العادي، وبيحتاج وجود إشراف أكاديمي فعال لضمان نجاح النظام ده. ومن ضمن العيوب الأخرى حاجة في بعض المناطق اللي بترتفع فيها درجات الحرارة مش بيكون في فرصة لتنفيذ الفصل الدراسي الصيفي السمر سيمستر اللي بيساعد في ان الطالب ينتهي من دراسته مبكرا. وعشان يبقى عندنا تعليم هندسي جيد اتفقنا ان لازم يكون في مناهج متطورة تخدم الصناعة، ان الطالب يكون عليه عبء كبير في الدراسة يشترك في المناقشة وتحليل النتائج، وان المناهج تكون سريعة التغيير عشان تواكب التغير السريع في التكنولوجيا اللي موجود في الاسواق، ولازم يكون الجانب العملي يتم الاهتمام به ويعوض النقص في التدريب العملي في اماكن الدراسة باستخدام الانترنشيب والافيليشن والتدريب الميداني. مشروع التخرج لازم يكون تجربة ختامية فيها يدمج الطالب كل ما سبق دراسته في تصميم وإنتاج جزء جديد ومبتكر، كأنه عمل تصميم زي اللي كان بيتدرب على إنتاجه طول فترة التعليم. من أهم عناصر نجاح المهندس أو إن التعليم يكون فعلا فعال إن يتم تدريب الطالب على إنه يتعلم ذاتيا ويطور الكابابيليتيز، يطور قدراته باستمرار. فالتعليم المستمر والتعليم الذاتي عشان يضمن المهندس انه يعرف يحصل على المعلومة الجديدة وبنفسه من مصادر يقدر يحصل عليها وينمي مهاراته المهنية. يلزم نجاح التعليم هو توفير المتطلبات والموارد المالية، ويلزمه ترابط ما بين القائمين على التعليم وما بين القائمين على سوق العمل، ويتم ذلك بإشراكهم في إعداد الخطط الدراسية أو إشراكهم في اختبار وامتحان الطلاب، وفي نفس الوقت يتم معرفة ايه المهارات المطلوب تدريب الطلاب عليها لصياغتها في المناهج الدراسية. ده كان موضوع الشابتر الرابع اللي كان بنتكلم فيه، اللي هو محتوى الشابتر رقم 4 في الكتاب اللي مع حضرتك. النهاردة قبل ما نختم الكلام عن أنظمة التعليم ومشكلاته وايه الحل عشان يبقى عندنا تعليم فعال، هنتكلم عن نقطة انتقال الطالب من الدراسة إلى سوق العمل. والموضوع بالنسبة لنا بمدخله إن من دراسة الفترات السابقة لخريجي كليات الهندسة والتعامل مع الصناعة، تم تسجيل عدد من المهارات اللي بيفتقدها خريج كلية الهندسة، والمهارات دي هي سوق العمل بيدور عليها بشكل وإن كان غير صريح ولكن هو بشكل كبير جدا. المهارات دي هي مش بس مش موجودة في المهندسين، ولكن هي مش موجودة في عدد كبير من الدارسين. اللي يهمنا ان احنا نبرزها للطالب من البداية عشان يبقى أثناء فترة تعليمه يحاول يكتسب منها على قد ما يقدر ويتلافى الوقوع في المشكلات دي. والمهارات اللي بندور عليها وبنتكلم عنها في موضوع المحاضرة مش هتيجي بإن الطالب يقرأ في كتاب
أو يسمع في محاضرة لوحده. هي لازم تتم من خلال مهام معظمها بيكون فيه اختلاط مع الطبيعة، اختلاط مع سوق العمل، يعني مشكلة ليها حل، الحل ينبع من تصميم ومن تجارب ومن تطبيق لأفكار وعمل لها موديلز مختلفة كأنها مشروع بحثي متكامل بيقوم بيه مجموعة متجانسة عددها ما هوش كبير. تعالوا نشوف بداية الحقائق دي أو المهارات الغايبة دي إيه اللي أثبتها وإيه الناس فكرت فيها إزاي. كانت المدخل هو نهاية الحرب العالمية الثانية اللي انتهت بتفجير التفجير القنابل الذرية في المدن اليابانية بالقصة المشهورة اللي حضراتكم تعرفوها. وكان الانطباع بعدها ان طالما النيوكلير فيزيكس هي كانت السبب في نهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار فيها، فمعظم المهندسين في الوقت ده افتكروا ان الهندسة النظرية خصوصا الفيزيكس هي اساس الانتصار، وبالتالي تم التركيز على المقررات النظرية، وخلت المناهج في التعليم في نهاية من 1950 لغاية بداية 2000 في الخمسين سنة دولة بقى معظم مناهج التعليم ما فيهاش المقررات المطلوبة للتصميم. يعني كان التدريب العملي اختفى، التصميم والابتكار بقى جرعته صغيرة في مناهج التعليم الهندسي، وبالتالي قلت أهميته في ممارسة المهنة. لما بدأت ناس تدرك ان في مشكلة في الخريج وانه مش بيعرف يعمل تصميم جديد، وبدأوا يدوروا على ايه اللي غايب مش بس في المهندس. في الزمن اللي احنا فيه بعض العقول ما زالت بتجادل في حقائق مثبتة، زي اللي بيقول ان الارض هي فلات ما هياش سفيريكال شيب. وفي لو حضراتكم بتعملوا براوزنج على الانترنت في جامعة تورونتو بروفيسور اسمه ريتشارد فلوريدا، وده عامل جروب اسمها كرياتيف كلاس جروب. دي الجمعية دي الهدف بتاعها هو زيادة عدد المنتمين ليها من أصحاب العقول القادرة على الابتكار. هو بيدور على الناس اللي عندها creative minds ويضمها للمجموعة دي. والفكرة انه يشجع التفكير الخلاق والمبدع. فاذا كنا بنقول ان في ناس لسه بتقول الارض مسطحة، في ناس لسه مقتنعة ان الهندسة النظرية لوحدها كفاية، في الزمن الحالي احنا بنقول ان اساس التعليم الهندسي هو الابتكار، معنى كده ان من بداية او من بداية التفكير في الهندسة النظرية لغاية الانتهاء والوصول الى الاحتياج الى التصميم المبتكر، ما بين المرحلتين دول في فجوة كبيرة لازم يحصل لها فيلينج. عشان نقطع مسافة طويلة زي كده ونغطي مشكلة كبيرة لازم نبقى عارفين ايه المساوئ اللي عندنا، ولازم نبقى عارفين احنا رايحين لفين. اللي منكم بيحب يقرأ وكان صادفه الحظ انه يقرأ كتاب اسمه The Seven Habits of Highly Effective People، العادات السبعة للأشخاص الأكثر تأثيراً، مؤلفه هو ستيفان كوفي. هو بيقول ان في كلمة مهمة في بداية الكتاب، هو بيقول begin with the end in mind، يعني يوم ما تبدأ خطوة تبقى عارف انت بيها هتوصل لإيه، يوم ما يكون في بداية مسعى جديد تبقى عارف ان النهاية بتاعته انت عايز تحقق ايه منه. هو ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي، تعليم هندسي عايزين نعرف نهايته يبقى ايه المطلوب فيه، ايه المتصور ان الهدف اللي يتحقق يكون شكله ايه.
نرجع للواقع ونقول ان الدول العربية لو جبنا البوبوليشن وقسمناه وعملنا فيه ديموغرافيك كلاسيفيكيشن، هنلاقي ان معظم سكان العالم العربي في المراحل العمرية الصغيرة، عشان كده بنقول عليه هو مجتمع شاب. ولكن الإحصاءات بتقول إن رغم إنه مجتمع شاب ولكنه غير منتج بصورة فعالة. تلت البوبوليشن في المرحلة لغاية 15 سنة تقريبا، التلت التاني ما بين 15 و30 سنة، والتلت بعد كده هو الأكبر سنا. ولكن من الشباب، الشباب اللي احنا هنقول عليهم تقريبا ان هم تلتين العالم العربي، 25% منهم عاطلين عن العمل، ما عندهمش وظائف، ودي اعلى نسبة في العالم. وعدم وجود انتاج من فئة كبيرة الحجم بالشكل ده يعتبر خسارة اقتصادية. الأمم المتحدة بتقدر الخسارة دي بحوالي من 40 إلى 50 مليار دولار سنويا. الغريب إن نسبة البطالة بتزيد في الأوساط الأكثر تعليما، معنى كده إن ده بيعمل إحباط للدارس نفسه اللي تلقى تعليم عالي ورغم ذلك عاطل عن العمل، واللي عمل خطط التعليم وفي النهاية عمل باك فاير، الناس ما لقيتش وظيفة. طيب لو جبنا العاطلين عن العمل لوحدهم ونشوف ايه مستوى تعليمهم والاماكن اللي هم عايشين فيها، الاستاتستيكال اناليسز للان امبلويمنت في العالم العربي بتقول ان كل 4 معاهم مؤهل عالي منهم 1 عاطل عن العمل، وان العاطلين عن العمل اغلبهم في المدن ويقل العدد ده في القرى. العاطلين عن العمل اللي هم ربع شباب العالم العربي تقريبا نصهم حصل على تعليم جامعي، وخصوصا من السيدات والانسات. في مصر المشكله مش بس نقص في الوظائف، ولكن المشكلة في نقص الوظائف الجيدة. والوظيفة الجيدة مطلوب أو من مواصفاتها إنها بتدي للشخص المشتغل بيها حقوق، منها التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والأمن الاقتصادي الاجتماعي لنفسه. فالوظائف المتاحة هي وظائف غير جيدة. والأسباب اللي أدت لكل ده منها ما هو مرتبط بوضع خطط التعليم وأعداده والمشروعات وأهميتها وأولوياتها، ومنها ما هو مرتبط باحتكار أسواق العمل على أشخاص أو على ممارسات أصحاب المصانع وأرباب العمل. ولكن اللي يهمنا إن احنا بنتكلم في الجزء اللي لينا، أي تغيير يبدأ بالإمكانات المتاحة. احنا لينا نتكلم في الجزء الخاص بالتعليم والجزء الخاص بالطالب. طيب نعمل ده ازاي؟ كان باستخدام تجربة. التجربة كانت مشروع علمي ما بين بعض الدول ومنها مصر وما بين الدول الأوروبية، وفيه تم الاتفاق على ان مجموعات صغيرة من الطلاب تعمل مشروعات تطبيقية، تعمل بروجكت، والبروجكت دي تكون مرتبطة بالصناعة. وكانت التاسك اللي طلبت من كل مجموعة ان عدد من الطلاب 5 أو 6 يبقوا فريق عمل، كل مجموعة منهم تنزل مصنع من المصانع اللي في المنطقة المجاورة للجامعة اللي بيدرس فيها، ويعرف من المصنع مشكلة ويدور ليها على حل ويقنع بيها أصحاب المصنع. أحد المشكلات اللي اقترحت على الطلاب أو اللي كان كمثال يوصف المشكلة وطريق وإزاي هننفذها للطلاب، كان إن
في المصانع المجاورة إحدى شركات الأغذية، والأغذية بتعمل بسكيتس يعني دقيق فلاور وهيتعجن ويتخبز بعد كده. من المشكلات اللي كانت موجودة هي الخسائر في المادة الخام، إن الدقيق بيطير في الجو وبتشفطه المراوح وأنظمة الفنتيليشن، وده بيمثل خسارة للشركة. حلولها تبقى ازاي؟ كمان مصانع زي مصانع الحديد او مصانع السيراميك في تسرب حراري، في فقد في الطاقة الحرارية من الأفران ومن العنابر، معناه ان في مفاقيد كبيرة في الطاقة، والطاقة دي كان مدفوع فيها فلوس، عشان كده المصنع بيتحمل فاتورة طاقة عالية. ازاي تقل فاتورة الطاقة؟ ازاي نحافظ على الطاقة دي ولا نفقدها بحيث ان ما يكونش فيه لوسز كبيرة؟ دي امثلة للمشكلات اللي الطلاب طلب منهم انهم يجمعوها ويدوروا لها على حلول، ولكن تم مراقبة أداء الطلاب، ومنها يتم استخلاص إيه اللي ناقص عندهم، إيه المهارات اللي غايبة فيهم، ويبدأ الفريق المشرف على كل مجموعة يحاول يغطي المهارة الناقصة ويدرب الطلاب عليها لغاية ما يوصل لنهاية المرحلة. الدراسة دي أوجدت إن في 7 مهارات أساسية غايبة عند الدارسين، واحنا بنتكلم على دارسين الهندسة. اول مشكلة ان الطلاب لما نزلوا للموقع عشان يتكلم مع اصحاب المصنع ويفهم منه ايه اللي موجود، معرفوش يسألوا ازاي، ما بقالش عندهم القدرة انه يوجه اسئلة صحيحة. السؤال اللي مطلوب منه ان يعرف بيه ردود تفيده، يجمع بيه بيانات تخدمه في حل المشكلة. فكانت أول مشكلة إن الطالب يا إما خوف، يا إما رهبة، يا إما قلة تدريب، يا إما عدم ثقة في النفس، يا إما عدم تأهيل علمي كافي. ما كانش عارف يسأل إيه، ما كانش عارف يوجه السؤال الصحيح اللي يعرف يحصل بيه على إجابة مفيدة تساعده في حل المشكلة. وبالتالي كانت أول مهارة غايبة أو أول فشل واجهه الطالب لما انتقل لمكان التطبيق في العمل، هو انه مش عارف يسأل اسئلة كويسة. وبالتالي كانت تم صياغة المشكلة الاولى على انها failure number one، دي اول فشل في تطبيق اللي تعلمه في الكلية على ارض الواقع، هو inability to ask good questions، عدم قدرته على توجيه الاسئلة الجيدة. تم تدريب الطلاب على أسئلة، يعني أنت المطلوب إيه، المشكلة كنت عاوز تعرف إيه، عاوز تعرف عن مشكلة الطاقة، يبقى عاوز تعرف أنواع الماكينات، عاوز تعرف معدلات استهلاكها، سعر وحدة الطاقة الواحدة، إيه هي فترات الذروة اللي فيها خسارة، كم عدد المكن، كم فترة التشغيل، وهكذا. بالتدريب تم توجيه الطلاب على توجيه الأسئلة المناسبة ليهم، ورجعوا تاني للمصنع عشان يجيبوا الإجابات اللي هتخدمهم في الحل. ظهرت المشكلة اللي بعد كده، وكانت خلاص هو سأل السؤال المناسب وأخذ الإجابات اللي هو عاوزها، بقى معاه كمية كبيرة من المعلومات، مش قادر يستخدم المعلومات ويصنفها ويرتبها على إنه يربط منها الدلائل اللي فيها ويحول الرو داتا الانفورميشن المتاحة لي على انها تبقى كلوز او تبقى دلائل على الحل، يحولها بدل ما هي بس معلومات يحولها الى بيانات. كأن بقت المشكلة دلوقت عنده معلومات مش عارف يصنفها، عنده معلومات مش قادر يحولها لبيانات، مش قادر يستقرئ منها حقائق، مش قادر يطلع ايه المتكرر في الاخطاء او ايه هي المؤشرات على وجود المشكلة. عشان كده
كانت المشكلة التانية عند الطلاب هي انه inability to label patterns in data، مش قادر يلاقي النمط المتكرر في النتائج، مش قادر يطلع ملاحظة من الداتا والبيانات اللي قدامه. وبالتالي جه فريق الإشراف وعلم الطالب ازاي يصنف البيانات، ازاي يعرف يحط يشوف المتكرر ويشوف منها ترند، ومنه يعرف يلاقي معلومة تفيده في تحليل المشكلة. طيب بقى في أسئلة ودت بيانات، أسئلة جيدة وبقى في بيانات وتعرف ايه المتكرر منها وتصنفت. طب بقى عندنا دلوقتي بيانات، ازاي دلوقتي ان انا اصيغ المشكلة؟ يعني ما ينفعش واحد يحل مسألة قبل ما يبقى عارف ايه المعطى وايه المطلوب. طيب لازم المسألة يربطها نموذج رياضي معين، والنموذج الرياضي ده هو يبقى انت عارف ايه المشكلة وايه حلها، ايه المطلوب لحلها، وايه الخطوات اللي هتمشي فيها. الطريقة دي اسمها موديلينج. موديلينج يعني تبقى عارف ايه هي الـ statement of the problem، يعني ايه المشكلة بالضبط. لازم تعرف توصف المشكلة، توصف المشكلة دي بحسب رؤيتك وعلى حسب وصف صاحب المشكلة ليها، تبقى عارف هو بيعاني من ايه، ادي توصيف المشكلة. ولازم يبقى فيه اتفاق على النتيجة، على الهدف، ايه هو الجول، ايه هو الشيرد اوبجكت اللي المفروض ان احنا نوصل ليه. وعشان ده يتم لازم يكون فيه بروسيدور، لازم يكون فيه مجموعة من الخطوات، مجموعة من المعادلات او النماذج. هو ده اللي احنا بنقول عليه موديلينج او نمذجة. والموديل لازم يبدأ من الكونسبت اللي بتعالج المشكلة، لازم يتعامل مع الاصول العلمية اللي هتوصل للحل. عشان كده ظهرت المشكلة الثالثة بعد عدم توجيه الاسئلة الصحيحة، وبعد عدم القدرة على تصنيف البيانات واستخراج المعلومات منها. المشكلة الثالثة كانت inability to model conceptually، من القدرة أو عدم القدرة على صياغة المشكلة ووضعها في نموذج قابل للحل. بعد التدريب وبقى عندنا موديل، الموديل بقى بيوصفه مجموعة من العلاقات الرياضية، ولكن بقى عندنا شوية معادلات. طب أحل أي معادلة قبل التانية؟ أعالج أي مشكلة قبل التانية؟ يا ترى أعالج مشكلة استهلاك الطاقة الكبير، ولا عدد ساعات التشغيل العالية، ولا سوء عزل المباني؟ أي جزء من المشكلة نعالجه في الأول. عشان كده بقت المشكلة الرابعة اللي ظهرت عند الدارسين أو عند مجموعة الطلاب، إن المشكلة اللي قدامه هي مشكلة كبيرة مش قادر يجزأها إلى أقسام صغيرة كل جزء منها يحله لوحده، عشان يبقى بدل ما يتعامل مع مشكلة ضخمة يتعامل مع عدد أصغر من مع عدد أكبر بس مشكلات أسهل، يعرف يحل المشكلة السهلة. يبقى عنده أجزاء من المشكلة الكبيرة، مع الزمن يبقى عنده تقدم في الحل، ما بقاش واقف لفترة طويلة بدون ما يعمل إنتاج. المشكلة الكبيرة صغرها إلى عدة مشكلات أصغر، وبدأ يدور على حلول لكل مشكلة صغيرة. يعني الطالب التعود إن يلاقي عنده مجموعة من المعادلات يعوض ويطلع أرقام، ما هوش عارف إن المعادلة دي هي وصف لمشكلة، والمعادلة دي تتحل قبل المعادلة دي، يعني المشكلة دي حلها يسهل حل المشكلة اللي بعدها. عشان كده بقت الصعوبة اللي بيواجهها الدارس هي انه مش قادر يحول المشكلة الكبيرة الى عدد من المشكلات الصغيرة، هي inability to decompose، يقلل حجم المشكلة الكبيرة الى مشكلات اصغر، وبدل ما يتعامل مع حاجة صعبة يتعامل مع مجموعة صحيح كتير
ولكن كل واحدة منها أسهل من المشكلة الأصلية. وتقسيم المشكلة الكبيرة إلى عدد من المشكلات يقول إن عندك ميزة، إن النهاردة أنا حليت مشكلة، بكرة حليت كمان مشكلة، يبقى في بروجريشن بيحصل، في اتشيفمنت مع الوقت، بدل ما تكون هي كلها بالكي بروبلم وانت مش قادر تتحرك في اتجاهها وتقعد فترة طويلة بدون ما تقدم اي بروجرس. المشكلة اللي بعد كده ان لما يبقى عندك مشكلة كبيرة وجزأتها وحليت المشكلات الصغيرة كل واحدة لوحدها، طيب دلوقتي حل المشكلات الكتيرة الصغيرة ايه علاقته بحل المشكلة الأساسية؟ لازم يندمجوا مع بعض، يعني الحلول للمشكلات الصغيرة لازم يدمج ويطلع حل للمشكلة الأصلية، والحل ده لازم تبقى متأكد ان هو حل المشكلة اللي انت بدأت بيها، وتعرف ازاي؟ انك تعمل له تجربة، والتجربة يا تبقى تجربة فعلا معملية في مختبر او في الفيلد، او انها تبقى تجربة باستخدام السيميوليشن بأجهزة الكمبيوتر. معنى كده ان كانت المشكلة اللي باقية بعد ما الطالب جزأ المشكلة وحلها انه مش قادر يدمج الحلول في حل واحد ويطلع مقترح تجريبي عشان يعمل عليه اختبار يشوف ان هو ده الحل السليم المطلوب ولا لا. مشكلة رقم 5 هي الـ inability to experiment. طيب بقى عندنا تدريب على ايجاد حلول لمشكلات اصغر ودمج الحلول وتجربتها. بقت المشكلة اللي بعد كده ان الحل ده عشان يبقى مقبول لازم يبقى حل مبتكر، لازم يبقى حل جديد، وعشان كده لازم يتم تدريب الطلاب على انه يبتكر، to ideate يعني يطلع new idea، وانه يعمل visualization يعني يتصور الحلول المبتكرة دي شكلها ايه قبل ما ينفذها، على ان يستخدم كل المهارات اللي اتعلمها من الرسم والجرافس والجرافيكس الـ visualization effects وعمل الماكيتس وعمل السيموليشن مودلز، عشان يضمن ان الحل اللي هو وصل ليه هو حل مبتكر وحل جديد وحل يشمل جميع اجزاء المشكلة. انتهينا من كل ده وبقى عندنا حل مبتكر ونقدر نعتمد او نوصفه بكل دقة. السؤال، تعالوا بقى نقنع صاحب المشكلة انه يتبنى الحل ده، نسوق انفسنا ونسوق حلولنا الى العميل. العميل بالنسبة لنا هو صاحب المصنع اللي كان عنده المشكلة. عشان تقنعه بالحل اللي انت عملته لازم هتعرض وتناقش وتقدم تقرير. عشان كده من المهارات الأساسية اللي كانت غايبة عند الطلاب وقبل ما ينتقلوا للوصول لسوق العمل هي الـ communication skills، إنه يكتب إيميل، يكتب رسالة أو يكتب research report ويرفق فيه رسومات توضيحية وخرائط بيانية وأي طريقة يقدر يعرض بيها الحل اللي وصل ليه، سواء كان العرض دوت مكتوب أو مقروء أو بنقاش، والعرض ده على مستويات قد تكون أكثر تأهيل علمي أو أقل، ولكن المهم إن هو بعد المجهود الكبير اللي عمله في إيجاد حل مبتكر يقدر يروج ليه، يقدر يقنع بيه الغير. دي المشكلات السبعة اللي لازم التعليم ينميها عند الطلاب بالإضافة إلى الـ educational skills، إلى نواتج التعلم اللي اتكلمنا عليها، المهارات الستة
اللي هي المهارات التفكير العليا والمهارات التفكير الدنيا. معنى كده انه عشان يبقى عندك مهندس جيد يقدر يتعامل مع سوق العمل ويلاقي فرصة وظيفية جيدة ويقلل حجم قطاع البطالة اللي موجود في الأسواق، لازم يتدرب على كل المراحل السبعة، إنه يسأل صح، يعرف يستنبط الباترنز أو البيانات أو المعلومات ويستقرئ البيانات ويحللها، يعرف يعمل موديلينج وسيميوليشن، يعرف يعمل ديكومبوزيشن للبروبلم، يحولها إلى مشكلات صغيرة يعرف يحلها، يعمل اختبارات معملية أو افتراضية، يتدرب على إيجاد حلول مبتكرة ويعملها فيزواليزيشن، ويعمل لنفسه تسويق ويعمل لنفسه براندينج ويعرف يبيع الحل بتاعه لغيره. ده مش هيتعلم في مادة، محدش هيتعلمه في كورس، محدش هيتعلمه عن طريق إنه يسمع محاضرة، ولكن مش هيتم اكتساب المهارات دي غير بالتركيز على العمل في مجموعات صغيرة، ولازم يكون عليها إشراف hands on من حد عنده الخبرة، ولازم يكون التعامل مع مشكلات ما هياش مشكلات نظرية، لازم تكون مشكلات واقعية ودراسة وكيس ستاديز موجودة في التطبيقات الفعلية، ولازم على هامش الدراسة لازم الطلاب تشترك فيما يسمى بالسوفت سكيلز. سوفت سكيلز اللي بيتعلم الكوميونيكيشن، اللي بيتعلم ازاي يعرض نفسه على سوق العمل، يكتب لنفسه سي في او ريزيومي، يعرف بيها يتكلم ويناقش ويحاور الاخرين. بكده يبقى انتهينا من الجزء المخصص لواقع التعليم وانماطه، والجزء دوت وكان بيغطي شابتر رقم 1 وشابتر رقم 4 في الكتاب اللي مع حضرتك، ولأن احنا بنتكلم على تعليم ذاتي وعلى self learning و continuous learning ومشكلات موجودة عند الطلاب كتير منها موجودة عند حضراتكم، بدليل ان تفاعلكم مع المحاضرات الاونلاين ضعيف جداً. الطلب منكم لغاية النهاردة 2 assignments، اللي قدموا الاساينمنتس نسبة لا تزيد عن 20% من عدد الطلاب، وبالتالي اللي بعمله دلوقتي دي محاولة أخيرة إن أنا أجبركم على الاشتراك في التفاعل مع المادة، وهطلب من حضراتكم الاساينمنت رقم 3، والاساينمنت رقم 3 هيبقى عليها وزن كبير من الدرجات المرة دي، وهي مطلوبة في زمن صغير عشان أعرف او على الاقل اتاكد ان حضراتكم بداتوا تقروا الجزء اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي. الاساينمنت دي مفروض انها تتسلم في موعد قبل نهايه قبل بدايه المحاضره اللي جايه، يعني المحاضره بتنزل لكم يوم الاثنين الساعه 10:30، يعني يوم الاثنين الساعه 10 يبقى هو ده الديدلاين للاساينمنت دي، وبرده الاساينمنت هتسلمها الكترونيك عن طريق الايميل. وعشان الحاجات الجميله اللي انا شفتها في السبميشنز اللي قبل كده هقول لحضرتك ايه اللي انا متوقعه من سيادتك. انت مطلوب من حضرتك انك تعمل تلخيص لشابتر رقم 1 فيما لا يزيد عن صفحتين 2، ومطلوب من حضرتك انك تعمل تستنتج من شابتر رقم 4 اللي احنا غطيناه في المحاضرات اللي فاتت على الاقل 15 سؤال وتطلع اجابتهم. ده التاسك اللي عليك، اكسكيوتيف سامري لشابتر 1 فيما لا يزيد عن صفحتين، 15 سؤال عن المعلومات الموجودة في شابتر 4 اللي غطتها المحاضرات من أول محاضرة رقم 2 لغاية النهاردة. حضرتك مش محتاج إنك تنقل، مش محتاج إنك تدور على حد وتاخد منه شيء، اقرأ المحاضرة واقرأ اللي موجود في المرجع اللي معاك وعبر بلغتك أنت. اللي أنت هتكتبه اكتبه لي في MS Word Document، ده المطلوب، مش مكتوب صورة بخط الإيد، مش مطلوب PDF فايل، ومش مطلوب حاجة من على الإنترنت، مطلوب بس من المرجع اللي قدامك تقرأ وتصيغ بأسلوبك أنت وتكتب في MS Word Document. ومن على الإيميل بتاع حضرتك، مش عايز حاجة توصلني على واتساب
ولا حاجة توصل على أي سوشيال ميديا تانية. مطلوب إنك تكتب فورمال إيميل. انتوا حضراتكم ليكم الأكاديميك إيميل أكاونت، تعرفوا تجيبوه من عند وحدة الأي تي، ما كانش يبقى على أي إيميل من الفري بروفايدرز زي جيميل أو ياهو أو هوت ميل، تعرف تكتب إيميل زي ما اتعلمت في اللغة الإنجليزية. وعاوز الفايل الوورد فايل اللي حضرتك عملته تعمله رينيم، تعمله تسمية الملف هي زي القواعد اللي طلبت منكم قبل كده، ارجعوا افتكروا هي ايه، وتبعته على انه attached file، مش عاوز الريبورت يكون موجود داخل الايميل. يعني لو حضرتك قرأت حاجة هتفتح document جديدة على ال MS Word بالمنظر ده، وكلكم تعرفوا تتعاملوا مع كده. انتوا جايين من ثانوية عامة تعلموا، وكان معاكم التابلتس وبنظام تعليم جديد، ورونا اتعلمتوا ايه. المطلوب ان اول حاجة هتعرف نفسك، الاسم والمجموعة ورقم الفصل السكشن، وبعد كده اكتب الملخص اللي قدرك هتكتبه. بعد ما تنهي الكتابة بالشكل ده هتعمل الفايل على انه تحفظه بالاسم اللي احنا قلنا عليه. لو قلنا ان هو كان بيبقى انت بتكتبه برقم المجموعة، يبقى جروب نمبر 1 سيكشن نمبر 8، وانت في الكشف رقم 15. الفايل بالاسم بالشكل ده هتحفظ الفايل. انا هحفظه هنا في المكان ده. ادي الفايل اللي حضرتك بعد كده هتيجي تفتح الايميل بتاعك، وليكن انا هفتح من على الجيميل، هتلاقي قدامك هنا compose message. لو انت بتتعامل مع ياهو هيبقى عندك بنفس الكلام، هنا في compose message. فانت اللي هتعمله ان هتختار الميل provider وهتعمل compose new message، يطلع لك الويندو اللي بيحصل فيها الايديتنج. اكتب الايميل اكاونت اللي طلب منك انك تبعت الايميل ليه، والايميل ده هو اللي كان موجود قدامك هنا في السلايد دي. فانت حضرتك هترسل ايميل الى engineering in English engineering.shibin.prep.2021@gmail.com. كده بعت الادرس، وحط الايميل بتاعك سبجكت، لازم يبقى له موضوع عشان ما يروحش للجنك ايميل. دي اللي بالنسبه لك هي assignment نمبر 3. وبعد كده اكتب رساله، قول انت مين وبتبعت ايه، واكتبها باللغه سليمه. تكتب بلغه عربيه او بلغه انجليزيه، ولكن مطلوب من حضرتك انك تكتب تكتب مسج بودي تقول فيه انت ايه. Dear sir, my name is، واكتب انت مين، وقول ايه الموضوع، موضوع ال requested assignment report is enclosed for your consideration. مثلا كلمة زي كده او ما يشابهها بالعربي، وفي النهاية regards واسم سيادتك. الخطوة الاهم اللي بعد كده الفايل اللي حضرتك كتبت فيه، الفايل اللي انت جهزته لازم تعمل له attachment. لو انت بصيت كده على الايميل هتلاقي لما تقف على علامة البن اللي هنا دوت هتلاقي فيه attach file، الفلاج اللي بيطلع مكتوب عليه attach file، هو ده اللي حضرتك هتدور عليه. ومنه عند
مكان ما حفظت الملف هو ده، دبل كليك عليه. وانس انه اتعمل اتاتشمنت اعمل سند دلوقتي، اعمل سند لغايه ما يجي لك رساله بتقول ان هي your message has been sent. ده شكل السبمشن اللي انا محتاجه من حضرتك. قليل منكم اللي كتب رساله، قليل منكم اللي عمل اتاتشمنت للفايل، وطبعا عدد صغير قوي هو اللي التزم بالاساينمنتس، فانا مش عارف انتوا هتبقوا مهتمين لغايه قد ايه. دي اخر محاوله ان انا احفزكم على انكم تتجاوبوا على الماده، وان شاء الله نشوف هنتعامل معاكم بعد كده ازاي. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي اللي هيبقى في بدايه الشابتر رقم 2 و3. شابتر 2 و3 ده موضوع الجزء الثاني من الكورس، الجزء الثالث هيبقى شابتر 5 و6 من الكتاب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.